أحسن الله إليكم. معنا اتصال الأخ ناصر من أبها، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، يا شيخ سم، عندي لك سؤال يا شيخ. نعم، ما هو؟ أنا عندي سيارة وصدمتها وأعطوني التأمين مبلغ. نعم. وأنا صلحت من مبلغ أقل من المبلغ اللي أعطوني التأمين. نعم، هل يجوز المبلغ المتقي أخذه ولا كيف؟ طيب، شكرا لك يا أخي. العفو، تفضل يا شيخ. ما سمعت. يقول بارك الله فيكم ناصر من أبها أنه عنده سيارة وصدم صدمته سيارة ثانية وعطوه تأمين، وأن التأمين صلح التأمين مثلا عطوه 2000 ريال، صلحها ب1000، بقي عنده 1000 ريال، وش يسوي بهالألف؟ والله التأمين أنا لا أفتي فيه ولا أرى جوازه، فلا أفتي في هذا. نعم.